السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وصحة جيدة. يا ريت بعد ذلك ما تنسوش تعمل اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وتدعموا بلايك عشان يوصل لكم كل جديد. والآن نوفيكم بأسعار الدولار في مصر اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2020، ونبدأ. سعر الدولار يواصل الارتفاع ويسجل 19.20 جنيه للبيع في عدد من البنوك. البنوك الحكومية تقدم السعر عند 19.12 جنيه الشراء. أعلى سعر للدولار في مصر أعلن شركة تداول بنكي مصرف أبو ظبي الإسلامي ومصر إيران عن أعلى سعر لصرف الدولار أمام الجنيه في مصر عند 19.16 جنيه شراء، 19.20 جنيه للبيع. أما سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين، فيما يقدم أكبر بنكين حكوميين البنك الأهلي وبنك مصر سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند 19.12 جنيه شراء، 19.18 جنيه للبيع. أما سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي CIB، كما نشرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية زيادة سعر الدولار بشبكة فروع البنك التجاري الدولي إلى 19.12 جنيه للبيع شراء و 19.18 جنيه للبيع، ويعتبر CIB أكبر البنوك المصرية الخاصة. سعر الدولار في بنك الإسكندرية، كما تقدم شبكة فرع بنك الإسكندرية سعر صرف الدولار للأفراد والشركات 19.14 شراء، 19.20 جنيه بيع. أما سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي، كما سجل سعر الدولار العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي 19.10 جنيه شراء، 19.20 جنيه للبيع. وبهذا قد أفيناكم بأسعار الدولار في مصر اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2020. لا تنسوا اشتراك القناة وتفعيل زر الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.